الاب ديالي لقينا في واحد الحاله يرثى لها. الاب ديالي مسكين مشى مغدور مشى مقتول. الاب ديالي بقى فينا بزاف. حنا اختي حنا في واحد الحاله ما نقولش لك، حنا في واحد الحاله اختي الله اللي عالم بينا. حنا في واحد الحاله اختي راه الله اللي عالم بينا اختي، راه الاب ديالي مسكين تغدر تقتل تكرفصوا عليه زايد الاهمال ديال الطبيب زايد بزاف الحاجات. حنا اختي في واحد المغرب منسي، حنا في واحد البلاصه منسيه. السلام عليكم، انا البشاوية ضالله بنت المرحوم محمد ضالله. حنا تنسكنوا بايت عمار تابعه الواتزم 7 شهر تسعود. جاو 4 ديال الشفاره، دايرين اللي ماسك دايرين اللي قات في يديهم مع الوحده د الليل. مع الوحده د الليل خويا مشى بات في واحد الدار ديال عمي، وهما دخلوا عليهم، دخلوا على الوالده والوالد. ما نقولش لك اختي قتلوهم عصا، دقدقوهم. الوالد مسكين ضربوه بموت، قلبوا، خداو داك خداو الفلوس. حنا دابا اختي حنا ما كتهمناش الفلوس، حنا كيهمنا الوالد ديالنا. با ضعنا فيه، با مشى باقي صحيح، باقي تيخدم في دار، وباقي مقبل فلاحته ومقبل. المهم هو في دارو قاد بشغله في دارو. جاو اختي تعداو عليه وضربوه بموس وقتلوه. ضربوا اختي في كرشو، ضربوه مسكين في كرشو، وزائد الاهمال الطبي، زائد الاسعاف ما جاتش دغياك. حنا تنطلبوا من السلطات دير خدمتها. حنا كثر من 20 واحد في الدوار تسرق، حتى واحد عمر شي واحد ما تشد. حنا دابا كنطلبوا حقنا في با. الوالد ديالنا ضعنا فيه، ملي خيطوا ليه على العفن في كرشو، خيطوا ليه على الدم في كرشو، داروا ليه حطوا ليه الفاصمه وصيفطوه. حنا كنحملوا المسؤوليه حتى للسبيطار اللي ما قدوش بداك الشيء ديالهم. ما بغاش تبرد لينا الحرقه ديال با. حنا اختي دابا مخلي اش غنقول لك، حنا ها اللي مخلي شغل، وها اللي مخلي شحال من حاجه دابا وحنا جالسين. الوالده ديالي مسكينه قتلوها عصا، ضاربين لصدرها، ضربوها لعينها، ضربوها ما خلوا فن ضربوها. وهي دابا ما بقاتش كتلعس لينا، ولات خايفه وكتقول لك انا هاد البلاصه ما نقلتش فيها، حتى انا غيديروا لي بحال هكذا. ولات هي دابا كتقول لينا حتى انا غيجيو يديروا لي بحال هكذا. هذا اللي تعذبوا علينا من المنطقه، وهاد السيد هاد الناس اللي جاوا وداروا لنا هاد الحاله، هما كيهضروا باللهجه ديالنا، ماشي بعاد. واللي جايبهم من هنا، القايد ديالهم من هنا. هو تشنع بان باغي يشري بقعه ارضيه وصافي اختي، وراجا وتعداو على الوالد وتعداو على الوالده وتعداو عليه حتى هو، راه داو ليه نزق. ملي ضربوه صافي خرجوا، هما هربوا هذيك الساعه فاش قضاو شغلهم وداو الفلوس وداو كل شيء، خرجوا هنا جابوه حطوه هنا، حبسوه حدا الوالده، هنايا حبسوه حدا الوالده. الوالده مسكينه خرجاتو من داك الشرجم، هما مشاو خرجاتو من هاد الشرجم، مشى عند الجيران تيعيط رشيد ناضوا، هما جاو تيجريو شافوا بان الطوموبيل صدرات من هنا. الطوموبيل اللي تيقولوا الشرطه العلميه تيقول لك هذيك بيكاب دوك المقرجات. جاوا الشرطه العلميه، جاوا الدرك الملكي، جاوا حتى حاجه ما كاينه، حتى حاجه اختي ما كاينه. دابا تقولون البصمات، حتى حاجه ما بانت في البصمات. الدوار جاوا لعند واحد الناس اللي مشى عندهم با، هما حنا الناس اللي كنشكو فيهم، حيت هو داك الولد ديالهم الصغير كان ديما هاز الجنويه على با وتيقول لهم انا غنخويك البلاد، انا قد ما قعدتي هذا اللي في كتافك غنحيدولك على ولده، تيقول له هذا اللي في كتافك غنحيدولك. ما عرفناش حنا هاد الناس اشنو عندنا معاهم. هما شادين في قلوبهم من جهه با، حيت با كان شاري من عند باهم واحد البلاد، هذه هي علاش بقات العداوه. كنعيشوا واحد الحاله، وحنا في واحد الحاله يرثى لها، حنا في واحد الحاله ما نوصفش لك. قلبنا الله اللي يعلم بي، قلبنا الله اللي يعلم بي. حنا تشوينا في با، خويا مسكين اش غنقول لك اخويا، الهضره كتمشي ليا. واحد الحاله، حنا في واحد الحاله يرثى لها. حنا تنطلبوا من الله، بغينا القانون ياخذ مجراه. حنا شحال من باب طرقناه حتى شي واحد ما داها فينا. حنا تنمشيو عند الجندرم تيقول لك احنا خدامين، احنا كنديروا خدمتنا، احنا ما يمكنش غندفعوا واحد الدوسي خاوي. وحنا اختي عيينا،
حنا هادي جريمة قتل، حنا ماشي شي حاجة سهلة، حنا ماشي مات عندنا مش ولا مات عندنا حاجة كلب، حنا مات با قتلوه تعداو عليه طعنوه. با مات نهار انتخابات بالضبط. الأرواح عندهم رخيصة، ما بقاتش كتسوى والو. تنطالبوا من جلالة الملك يدخل على هاد الخط، حنا كنطالبوا من السيد حرامو يدخل على هاد الخط. حنا اختي اش غنقول لك، حنا عيينا. السلام عليكم، انا كهول فاطمة. جاونا أربعة مع الوحدة ديال الليل، ثلاثة تشدو راجلي أنا هادوك مشتهمش، واحد جا غطى لي أنا وجهي، بعد غبوت ضربني ركبتي وضربني صدري، قال لي اسكت ما دويش وجبد المقص، قال لي أنا ما سكتيش تحيد لك عينيك. الراجل صافي طاح مع التقرقيبة، بقات يضارب معاهم تيقولوا لي فين الفلوس فين ولدك فين الفلوس، بقاو تيدابز معاهم ماهيش زعما ما تيدابش معاهم. ملي ضربوه جابوه لعدي الهاف، وقفوا هاف قالوا لي يلا قعد هنا حدا مرتك. ملي وقف حدايا دازو هما تيقلبوا هذوك الثلاثة، هذاك بقى حابسنا وتيقولوا لنا شوفوك. ملي دازو هذوك الثلاثة ساسو الفلوس هزوهم، هزوهم قالوا لي بقى حابسهم هنا، بقى هذاك حابسنا حنا هنا. ومشاو هما للبيت الآخر توا قلبوه ما خلاو حتى حاجة، صافي قالوا يلا نخرجوا عند البهايم. ملي قالوا يلا نخرجوا عند البهايم سقطت أنا الدفة هذيك تتسقط، سقط الباب. هزيت راجلي رجلو من الشارجم، جدانت انا واحد التلفازه حطيتها خرجت انا من الشارجم. انا كنغوت هو قام مشى لعداد الناس، تاع عيط رشيد خرج العدو، جاو كيتجاراو هما بالحق كاملين، بامهم باهم كاملين جاو كيتجاراو. واحد ركب هنا فوق البني تيقول لي فين ما فين فين ما فين، تا شافوا الطوموبيل صدرت قالوا لي راه صدرت، هزيت انا راسي الطوموبيل صدرت، قلت له رشيد عيط لولدي، عيط لولدي هذا في التليفون. قالوا تعالى رباك وهذا دخلوا عليه من الشفره نقتلوهم. السارقات ما فيهمش القتل، بحال هادشي ديال القتل دارنا خال الوالد دارنا في خاطرنا ماشي هنا. يسرقوا ويدوا البهايم يدوا الفلوس ما يقتلوش الوالد وما يبقاش لينا الحال كاع وما نخونش هادشي كاع منو. حنا دابا ملي مات بوانا بقى فينا بزاف، خاصنا باش تنطالبوا طالبوا بحق الوالد صافي، والد باين المجرم يتشد في اقرب وقت وصافي. دابا انا اللي تيشوف فيا تنشك فيه، دار شي واحد تيقول له هذاك فلان مخيول بالدار قتلو بوا تيبقى يشوف فيا تنشك فيه، والله العظيم لا تنشك فيه. قال بنادم يشوف فيا الحق تنقول ماشي بعيد يكون هو ولا لا لا محمد رسول الله. اخر كلمه جمعنا كان مات مسكين في هذيك البلايصه، جمعنا قالنا تهلاو في بعضياتكم صافي وشاهدوا مي. هذه هي الكلمه الاخرى اللي سمعتنا المين بزاف، بقاش الثقة، الثقة مبقاش، الناس مبقاش، بقاش عندي الأمل، هنا، شي بلاصة أخرى نقدر نعيش مرتاح، هنا مو مبقاش عندي الفلوس، بلاصة اللي غيموت فيها باك وغادي، ما تعيش فيها، ما نعيش، أنا ملي تنجي من السوق حيت تنبيع عرسي تنجي من السوق مثلا تنجبد الفلوس تنلوح ما حيت ما أنا والوالدة والوالد ما كاينش اللي غيلحق لي، تنديرهم تحت الفراش كياك تنلوح فلوس عادي في البلوزة تنعلقهم ما عادي الدار عادي. وهادو اللي جاو تيقلبو يعني أنا بحال صحابي بحال شي حاجة ما عرفتش، المهم تيقلبو داك لتحت يعني أنا ما فيهاش تفهم ليا. وتا واحد ما تيجي معايا للدار، عندي صحابي في السوق ما عندي صحابي هنا اصلا، والله لما شيتي اسف بزاف. لا 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 محمد رسول الله.